صلى سيدنا محمد على آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب ناصر حياتي، ممن أجزع؟ عندما اقترب علي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. أن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي. لا يا أحمد، أنا صليت الحمد لله. بقولك يا أحمد، أنا عايزك تسلمني على أمي. أنا كنت عايز أكلمها بس مش عايزة تعرف إن أنا في حتة بعيدة فتالة، أنت فاهم؟ بص لي ده يا أحمد، خد بالك من نفسك. لو هتغلط تقول لها إن أنا في سينا. لا إله إلا الله. طبعا انت هتنزل وتنام وجوتل لحد العصر. عايزنا نخدم ليل نهار اياك يا عم خالد، ده احنا بني ادمين ومن حقنا نرتاح يا واد ابوي. حقك يا عم مؤمن، حقك. بس قبل ما ترتاح لفين الجهاز النهاري، ونام يا سيدي وارتاح زي ما انت عاوز. ماشي يا ابو خالو. سلمك الصحراء نظيفه ايه؟ اجي الصبح استلمها نظيفه. بقول لك ايه؟ انا سايب لك حاجه على السرير ومغطيها لك. ايه علي مالك في ايه؟ دي كوبايه شاي يا عم. سلام على حنان الام يا ده نجم. تعرف امي لو عرفت اللي انت بتعمله معايا دي والله العظيم هتدعي لك اكتر ما بتدعي لي. والله لو اعرف كنت عملت شاي بلبن. روح يا نجم، انزل علي، انزل. شكلك خلصان. يلا، عايز حاجه تايسون؟ انا عاوز منك يا عسكري، يا تعبان انت. والنبي يا اخويا خد ابراهيم في ايدك بس ونسه بعد على السلم، لحسن قطه تطلع تخض واحد فيكم ولا حاجه. ابعت لي انت بس يا روش القطه دي، وانا هفرجك مين هيكعب مين. يلا يا ابني شد من هنا. شد سهل يا رجاله، سهل. يلا يا عم ابراهيم عشان عمك خالد هيقفش علينا. النهارده الجمعه والوقت بدري والدنيا شبوره، كل واحد يلبس خوسته وفسته. ولاد الكلب وقتهم.